بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. هناخد مع بعض الجزء الثاني واللي قاله الكتاب المقدس، وهل يوجد مقاييس علمية وأدلة علمية واضحة قوية مقاسة مش مفترضة تتماشى مع اللي قاله الكتاب المقدس ولا لا؟ هناخد النهاردة البداية اللي بيقوله الكتاب المقدس بس باختصار شديد جدا، رغم أن يوجد طبعا هجيب مثال من على سبيل المثال للحصر. يفهم من الكتاب المقدس أن الكون بما فيه السماوات والأرض والنور والجلد والمحيطات واليابسة والنباتات والشمس والقمر والنجوم والأسماك والطيور والحيوانات وأيضا الإنسان، الكل اتخلق في 6 أيام الخلق اللي هو البداية اللي هو أسبوع الخلق. ولما نجمع الأعمار أيضا اللي ذكرها الكتاب المقدس هنلاقي ده تقريبا من 6000 ل 7500 سنة حسب التقاويم المختلفة، بداية من خلق آدم في البداية اللي هو أسبوع الخلق، وده اللي كان يؤمن به اليهود والمسيحيين من الأول ولغاية القرن ال18 بإجماع العلماء، وده مثبت من أقوال الآباء وتفسير اليهود أيضا. لكن من ساعة ما بدأ اللي بيهاجموا الكتاب المقدس في القرن ال18 وبداية القرن ال19 ويدعوا أنه العلم أثبت أن الأرض أقدم من ده بكتير وأن الكتاب أخطأ، الحقيقة بعض المسيحيين ما دققوش في الكلام ده هل ده صحيح ولا لا، لكن بدأوا ياخدوا أو يتأثروا باللي قالوا التطوريين أو الدعاء قدماء العمر، الدعاء قدم العمر، واعتقدوا بالخديعة أن ده فعلا ثبت، ولقوا أن ده طالما افتكروا أو اتخدعوا أن ده علم صحيح ويخالف الكتاب المقدس اللي بيتكلم عن 6 أيام الخلق، رغم أنه ما كانوش يعرفوا أنه ده فرضيات يعني علم كاذب الاسم، فبدأوا يتحاشوا أن يتكلموا على المعنى المباشر اللي بيقوله الكتاب، وبدأوا بقى يحاولوا يضعوا نظريات تفسيرية لكلام الكتاب المقدس عشان يخلوا الكتاب يتماشى مع هؤلاء. هنا بنعرض الرأي والرأي الآخر. على فكرة لو حد بيؤمن ببعض الأفكار اللي هتتقال الآن براحته تماما، ما عنديش أي إشكالية. على فكرة هنا تاني بنعرض الرأي والرأي الآخر والأدلة بتقول إيه. ملخص الكلام اللي قاله، أول محاولة هي حاجة تسمى نظرية الفاصل، The Gap Theory. The Gap Theory هي أول محاولة وهي غالبا الأقدم، والتفسير اللي ظهر بعد 1814 اللي بعد ما بدأ الدعاء لا ده الأرض فعلا قديمة مش زي ما قال الكتاب، وهي ظهرت على يد المفسر المسيحي توماس تشالمرز، وهو تفسير أن العمر الطويل جدا اللي بينادوا به ده حصل قبل خلق آدم وحواء، بمعنى أن الأرض والسماء والكائنات اتخلقت بعد عمر طويل جدا، حصل أن الشيطان في سقوطه دمر الأرض وأخربها وما عليها، بعد كده ربنا رجع خلق كل شيء في 6 أيام مرة تانية، وعشان كده الأثار الحفريات القديمة والحقب والكلام ده كله دي قبل 6 أيام. النظرية دي طبعا حديثا اتغيرت حاجة بسيطة وأصبح الخراب بعد ما حصل التطور، لأن النظرية دي ظهرت قبل موضوع التطور بتاع داروين. فبدأت النظرية دي حديثا بتنادي أنه حصل التطور والموت والحقب والكلام ده كله لغاية ما وصل لمراحل تطور شبه بشر، وكل ده أخربه الشيطان ورجع ربنا خلق من أول وجديد في 6 أيام. النظرية الثانية اللي هي نظرية اليوم حقبة Day Age Theory، وهي الأكثر شهرة وناس كتيرة هتلاقي نفسها أن هي بتؤمن بيها رغم أن هي ما تعرفش تاريخها إيه. الحل الثاني وده ظهر أول مرة سنة 1857 بواسطة هوج ميلر الشهير، وهي الأكثر شهرة، وهي أن أيام الخلق 6، لا دي مش 6 أيام بمعناها المباشر، دي 6 حقب زمنية، وده يعني أن هم بيطبقوا التطور والعمر الطويل والحقب أثناء 6 أيام الخلق، اللي بيقولوا أن كل يوم بيمثل حقبة، رغم الحقيقة اللي دقق في الكلام ده لا يلاقي الترتيب اللي ذكره الكتاب المقدس يختلف تماما عن الحقبة اللي بيدعوها التطورين، وقالوا أن كل يوم يمثل حقبة بآلاف السنين. في البداية لما ظهرت كان يقولوا أن اليوم بيمثل 1000 سنة، وكالعادة بيستشهدوا بالمزامير، وعلمنا بطرس الرسول بالأعداد الشهيرة إياها، رغم أن دي طبعا بتتكلم على أواخر الأيام لكن ده مش موضوعنا الآن. لكن طبعا بعدها لما التطورين قعدوا يطولوا العمر النظرية دي قعدت تتغير، وأصبح اليوم لا ما بيمثلش 1000 سنة لا آلاف السنين، وأصبح حقب بملايين السنين وبلايين السنين أيضا. النظرية دي كمان بدأت حديثا تقسم حاجة تانية وده أحدث منها، وهي أنه يقسموا أول 3 أيام حقب،
الايه لسه ما اتخلقتش الشمس فاليوم لسه حقبه، وبعد ما اتخلقت الشمس في اليوم الرابع لا دي بقت ايام طبيعيه. دي يعني تطور لهذه النظريه. النظريه الثالثه اللي هي تسمى نظريه الجنه او العالم الموازي اللي هي ذا جاردن ثيوري او البارالل ثيوري، وهو الحل الثالث. بعضهم بدا يقول لا العمر الطويل حصل بعد 6 ايام الخلق مش قبلها، لكن هي الفترة اللي كان آدم وحواء موجودين في الجنة واللي قعدوا فيها ملايين السنين ما نعرفهاش قبل إيه قد إيه قبل ما يطردوا. طبعا هتلاقوا بعض بيتأثر برضو بالكلام ده ويؤمن بيه رغم هو ما يعرفش تاريخه إيه. وهو ده اللي بيسمى تطبيق العمر الطويل والتطور بعد 6 أيام الخلق مش قبلها، يعني هي عكس السابقة أو الأولانية. وطبعا غيرها من النظريات، يعني ممكن نقدم لحضراتكم 6 أو 8 نظريات. الكتاب المباشر كلامه اللي ياخده بدون تغيير وبدون ما يهرب من معناه المباشر الواضح، الكتاب المقدس وخاصة سفر التكوين إصحاح 1، لا هو بيتكلم على 6 أيام بالفعل. أنا عارف البعض هيختلف في هذا الأمر، ولكن اقروا بتركيز في هذه النقطة، وكل واحد حر في رأيه طبعا. فتكوين 1 عرف اليوم بوضوح. لو سألت أي حد يعني إيه اليوم اللي أنت تقصده، اليوم اللي أنت بتصحى وتنام فيه، اليوم اللي بيعد عليك، هيقولك اليوم الوحدة الزمنية من الأسبوع، الوحدة الزمنية من السنة، اليوم اللي هو بتاع الوقت اللي عارفينه، اليوم اللي هو بيتحسب به الأعياد والمواقيت والأزمنة والكلام ده كله، اليوم اللي هي معناها ظلمة ونور، يعني مساء وصباح، يعني ليل ونهار، يعني كل التعريفات دي كلها بتاعت اليوم طالما لسه ما اخترعتش الساعة. التعريفات دي كلها اللي هيقرأ تكوين 1 هيلاقيها موجودة فيه، عرف كل هذه التعريفات في تكوين 1. فطالما ربنا كان قاصد يكرر معنى اليوم بأكتر من طريقة، لا ربنا قاصد يوضح حاجة مهمة. في رأي ضعفي قد أكون مخطئ، لا ربنا قاصد يوضح أن يقصد اليوم بالمعنى اليوم المعروف، لا حقبة، لأن الحقبة ما تنفعش تقول على حقبة مساء وصباح أو نور وظلمة. حقبة إيه لمساء وصباح ونور وظلمة أو ليل ونهار؟ أو يتكلم على اليوم اللي هي وحدة الأوقات، وحدة المواسم والسنين وتبقى حقبة. كلام ده نلاقيه في سفر التكوين على سبيل المثال للحصر. طبعا سفر التكوين إصحاح 1 بالكامل، لكن مثلا في عدد 14، وقال الله لتكن أنوار في الجلد السماء لتفصل بين النهار والليل، يعني كانوا اوريدي موجودين النهار والليل لكن الشمس تفصل بينهم، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. فلو كان يقصد اليوم حقبة اللي هي ملايين السنين، إزاي يقول اليوم اللي هو الوحدة من السنين إذا كان يقصد إن هي ملايين السنين؟ طبعا ما ينفعش. فالبداية هو أسبوع الخلق، والإنسان من البداية، من بداية الخليقة، مش جه بعد 13.5 مليار سنة من البيج بانج. فالبداية أسبوع الخلق، وبعد التسلسل اللي أعلنه الكتاب المقدس من آدم للرب يسوع المسيح اللي يقدر أي حد يعدها، موجودة في العهد القديم بوضوح، وموجودة أيضا في العهد الجديد على سبيل المثال إنجيل لوقا إصحاح 3. الترتيب كمان الأسماء واضح أنه هو صحيح من أب الإبن. البعض قالوا لا ده ذكر أسماء قليلة وفي أعداد ضخمة لم تذكر. الحقيقة الكتاب المقدس برضو وضح أن ترتيب الأسماء شبه مباشر. فعلى سبيل المثال للحصر في رسالة يهوذا إصحاح 1 عدد 14، وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم. لا ده بيحدد أن أخنوخ مش فيه آلاف الأسماء ما بين أخنوخ وآدم وما ذكروش، لا ده الترتيب اللي مذكور في تكوين ومذكور في العهد الجديد هو ده الترتيب الصح. يعني الأسماء من آدم إلى أخنوخ كاملة بدون فواصل، مفيش أسماء محذوفة. ده هو بيحدد أخنوخ ده الجيل السابع من آدم، الحفيد السابع لآدم. معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية إصحاح 2 عدد 5، ولم يشفق على العالم القديم بل إنما حفظ نوح ثامنا كارزا للبر. يعني من آدم لغاية نوح ما بينهم 8 أسماء، وده حقيقي. فنلاقي من آدم إلى نوح 8 أسماء، وآدم ونوح يبقوا 10، وده منتهى الدقة. يقول لنا أيضا في تكوين إصحاح 1 عدد 31، ورأى الله كل ما عملوا فإذ هو حسنا جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا.
كلمة حسن جدا حقيقي بتقفل الباب على حاجات كتير. يعني مفيش حاجة اسمها موت والبقاء للأصلح أو الأقوى لغاية ما جه الإنسان، لا فناء للديناصورات ولا حلقات وسيطة اندثرت ولا نجوم اتفجرت ولا حقب ولا فواصل زمنية ولا متوازيات ولا الكلام ده كله. الموت عامل مهم في التطور، يموت الأقل أو الأضعف عشان يسود الأقوى والأكثر تطور. فالموت في التطور هو الخالق، هو اللي أنتج الإنسان، فزي يكون عامل موت ويقول ربنا عنه حسنا جدا. وموضوع أن ربنا قال حسنا جدا ده يخالف نظرية الفواصل، نظرية اليوم الحقبة، أو نظرية حتى الجنة. اللي يؤمنوا بمعنى أيام أي يوم حقبة، لأن الديناصورات اتكونت وفنت قبل الإنسان ب65 مليون، والإنسان اتخلق من تراب مليان ببقايا جثث الديناصورات أو نتيجة تحللها اللي ماتت، والموت يملأ كل جزء من الأرض. إزاي ربنا يصف الأرض المليئة بالموت اللي استخدمها في خلق آدم إن ده حسن جدا، وبعد كده كمان يلعنها علشان أول مرة يتسفك عليها دم؟ طب هي شبعت دم، شبعت دم المراحل الوسيطة. لا، ده ربنا بيلعن أول مرة يحصل سفك دم عليها، دم هابيل. يوجد أدلة علمية ضخمة على فكرة اللي قاله الكتاب المقدس، لا ده مش خطأ، وتؤكد فعلا قصر عمر الأرض والخليقة. الكم ده فيه كم رهيب لا تتخيله من الأدلة عليه، اللي هذكرهم مثالين ثلاثة على سبيل المثال للحصر. وزي ما وضحت لحضراتكم الكورس ده ملخص الملخص، يعني بنقول تقريبا أحيانا ما يوصل لواحد على 100 من اللي تقدم تفصيلا في سلسلة الرد على الإلحاد والتطور. واحد من كتير جدا من المقاييس دي، مش فرضيات ولا نظريات، دي مقاييس. منهم تناقص المجال المغناطيسي للأرض، Earth Magnetic Field Decay، وممكن أي حد يعمل سيرش ويقرأ عن تناقص المجال المغناطيسي، ده أمر مقاس ومعترف به. باختصار، المجال المغناطيسي للأرض بيتآكل بمعدل نصف عمر 1400 سنة، أو تقريبا 5% في القرن. يعني كل 1400 سنة في الماضي كان المجال المغناطيسي الضعف، ولأن المجال المغناطيسي ده مجال مغناطيسي طاقة، فليه محتوى طاقة بليها محتوى حراري. ده لو رجعنا للماضي كل ما يكون أقوى ضعف، كل ما يكون الحرارة أعلى قليلا. ده بكل تأكيد ما ينفعش تكون الحياة على الأرض أكتر من 8000 سنة، لأن هتكون طاقة الأرض مرتفعة ما تصلحش للحياة، تكون درجة الحرارة في مناطق كتيرة ومياه كتيرة تعدت 55 درجة مئوية، مش مناسبة للحياة. بل لو وصلنا إلى 25000 سنة تكون طاقة الأرض مرتفعة جدا، ده تشبه طاقة نجم مغناطيسي صغير تتبخر يعني المياه، لا تصلح للحياة على الإطلاق. ده يؤكد ما قاله الكتاب المقدس من أعمار. كل نقطة هذكرها الملحدين حاولوا يهاجموها، ولكن الحقيقة الفيصل في النهاية أكد مصداقيتها. زي مثلا ادعاء انقلاب المجال المغناطيسي ده ثبت خطأه تماما، ووضح إزاي النقاط اللي أخطأوا فيها الملحدين عن قصد أو دون قصد. حاجة تانية على سبيل المثال للحصر، فتاني كل نقطة بذكرها هنا دي ملخص لنقاشات كثيرة جدا، وحتى ردود الملحدين معروفة وترد عليها تفصيلا بمقاييس واضحة مش زي فرضياتها. معدل تساقط الغبار الكوني على القمر، الغبار الكوني بيتساقط بمعدل اتقاس خلاص من ساعة رحلة أبولو 11 وما بعده، وهو تقريبا قرب 1/10 مليمتر في 1000 سنة. فبالنسبة للقمر ده فيه مهم، يختلف عن الأرض لأنه مفيهوش عوامل تأثير على هذه الطبقة، لا مية تحركها ولا أمطار بتسقط عليها ولا رياح بتحركها ولا غلاف جوي ولا غير ولا غير ولا غير. فأين الطبقة اللي تكونت على سطح القمر اللي المفروض تكون تعدت 180 قدم بأحد المقاييس، أو تكون 56 قدم، أو حتى 26 سنتي اللي افتكروها قبل رحلة أبولو، عشان كده عملوا مركبة أبولو ناقصة 3 سلمات عشان يشهد فعلا ان القمر عمره 4 بليون سنة. مقياس الترسيب السنوي على سطح القمر بناء على الأجهزة اللي تركوها على سطح القمر في رحلة أبولو، لقيت ان مقياس الترسيب على سطح القمر اقل بأقل حد هو 2.7 بوصة في المليون سنة. طب لو كان عدى على القمر مليون سنة واحدة بس، هما فين 2.7 بوصة دول؟ مش موجودين ليه؟ ده لو كان عمر القمر 4.6 بليون سنة كان الطبقة دي يبقى سمكها فوق 1000 قدم. مفيش الكلام ده. طب ايه اللي توجد على سطح القمر من هذه الطبقة؟ لو طلعنا من هذه الطبقة التراب بتاع القمر نفسه نلاقيها اقل من مليمتر،
بتتكلم على ما بين نص ملي إلى 6 من 10 ملي، يعني تناسب إن عمر القمر أقل من 10 آلاف سنة. ده ممكن فعلا يكون عمره تقريبا 6 آلاف سنة بدقة. طبعا الموضوع ده برضو اتكلمت عليه تفصيلا ووضحت كمية القياسات العملاقة في هذا الأمر، وعشان كده الموضوع ده اتقفل ما بيتكلموش فيه مرة تانية. مقياس آخر هو معدل حفر النيازك على الأرض والقمر. أنت بتقدر تشوف القمر بيحصل له كام اصطدام في السنة، بتقدر تعد من الخريطة القمرية كام اصطدام موجود، تقسم العدد الكلي على المعدل السنوي يطلع عندك العمر. باختصار حفر النيازك ده ممكن تدي مقياس للعمر. عرفنا عدد التصادمات وعرفنا معدل التصادمات يديك دليل على عمر الأرض والقمر، بس كالعادة الأرض صعب علشان كل عوامل التعرية لكن اللي مش موجودة في القمر. لو عندك معدل التصادم قليل وعدد الصدمات كتيرة المفروض هيكون العمر قديم جدا وطويل، لكن لو معدل التصادم مرتفع وعدد التصادمات مش كتيرة لا ده عمره صغير. فمن معدل تساقط النيازك وكمية الحفر اتضح أن الأرض والقمر الاتنين تقريبا أقل من 50 ألف سنة. وبمعرفتنا أن معدل تساقط النيازك actual هو بيقل، نلاقي أن الأرض والقمر أقل من 10 آلاف سنة بكتير. معدل ثالث والبعض هيستغرب له، قياسات أكتر من قرن ثبت أن الشمس مش بتتضخم زي ما بيفترضوا، بل هو الحقيقة العكس، بتنكمش بمعدل 5 أدم في الساعة. يعني الشمس تقريبا في وقت الخليقة من 6 آلاف سنة كانت أكبر من دلوقتي ب6%. ده لا يؤثر ولا يزال مناسب جدا للحياة، ويعوضوا الطاقة بالمجال المغناطيسي وهكذا، ونلاقيها نظام بيرفكت. لكن ضعف ذلك من 12 ألف سنة يخلي حرارة الشمس أعلى 12% تبقى غير مناسبة للحياة. يعني من 100 ألف سنة الشمس كانت ضعف حجمها الحالي، وده معناه استحالة وجود حياة على الأرض لارتفاع درجة حرارة الأرض. ده أمر قاتل ومدمر تماما لفرضية التطور اللي بتحتاج إثبات العمر الطويل جدا ببلايين السنين عشان يحدث تكوين حياة بالصدفة ويتطور بطريقة عشوائية. الموضوع ده برضه طبعا في الموضوعات التفصيلية شرحته تفصيلا والرد عليه بشيء من التفصيل. أيضا حتى لو تماشينا مع الفرضيات اللي تقول إن الشمس طاقتها من الاندماج النووي وبتتمدد وعمرها 4.7 مليار سنة، رغم ان ده يكذب عدم وجود النيترين اللي كنا المفروض نلاقيه في كل مكان ولم يثبت حتى الان، ايضا حراره الكورونا وغيرها، لكن مش هدخل في هذه الموضوعات التفصيليه. لكن اكرر، هذا تماشى مع فرضيه ان الشمس بدات من 4.7 مليار سنة وبتتمدد زي ما بيقولوا، وحاليا ده بعد ما وصلت من التمدد بكل التفاعلات الاندماج. لكن في اشكاليه، يعني كانت اصغر من كده في الماضي لانها بتتمدد بالاندماج، يعني من 3 بليون سنة تكون طاقة الشمس أقل 25% من الحالي. طب لما الشمس كانت طاقتها أقل 25% من الحالي، ده مش معناها أن الشمس وقتها ما كانتش كافية للحياة لأنها الطاقة أقل بكتير؟ ودي مشكلة معروفة ليس لها حل حسب معلومات المتواضعة حتى الآن، وهي ما تسمى Faint Young Sun Problem، وتقدر تاخد الاسم ده وتبحث عنه. وده أيضا يخلي طالما طاقة الشمس أقل 25%، يعني المياه متجمدة، يعني مش هتتكون لا الشوربة العضوية ولا هيتكون الكائن أولي ولا هيتطور ولا الكلام ده كله، ودي مشكلة ليس لها حل حتى الآن. فإزاي في هذا العالم المتجمد في طاقة شمس أقل بكثير جدا حصل التطور؟ طبعا ده مرفوض. نفس الأمر ينطبق على نجوم أخرى بل بطريقة أكثر صعوبة لأنها أكبر بكتير جدا. في نجوم أكبر من الشمس وبتشع حرارة أكتر من الشمس بمعدل 100 ألف إلى مليون ضعف الشمس. لو كان دي عمرها بلايين السنين، لا مش بلاش بلايين السنين، ده لو كان عمرها ملايين السنين بس، وأيضا طاقتها بالإنكماش، يعني حجمها كان يساوي حجم المجرات في الماضي، وده حسب الفيزياء الفضائية غير مقبول بالمرة، فيكون الحل المقابل ان فعلا عمرها صغير عشان تشع طاقة بهذا المقدار المقاس وتكون مستمر من 6 آلاف سنة حتى الآن. مقياس آخر، نسبة الهيدروجين في النجوم، أمر مهم جدا وهو حسب معادلات فريد هويل، وهو نسبة الهيدروجين. فلو احتراق النجوم هو من اندماج الهيدروجين إلى هيليوم بالفعل من وقت البيج بانج من 13.7 بليون سنة حتى الآن،
كان المفروض بهذه المعدلات نلاقي في الكون متبقي نسبة قليلة جدا من الهيدروجين اللي مستمر في الاندماج، وكنا نلاقي الكون اللي عدى عليه 13.7 بليون من الاندماج الهيدروجين لهيليوم، كنا نلاقي كم ضخم من الهيليوم الناتج. لكن الحقيقة ده غير صحيح. نسبة الهيدروجين حتى الآن تتعدى 75% من إجمال ذرات الكون. ده أيضا يثبت عمر الكون صغير جدا. القمر اللي بيتباعد بمعدل 3.8 سنتي في السنة عن الأرض، وده متقاس حتى يسموه escaping moon ولا accelerating moon، ومقاييس كتيرة تقدر تبحث عنها. ده متقاس بمقياس الليزر بالعواكس على سطح القمر، وده يتناقص لأنه يتناسب طبعا مع قانون الجاذبية. يعني كان في الماضي أسرع في تباعده عن الأرض من الآن. لو حتى خدناها بمعدل ثابت كل سنة كان القمر أقرب، نلاقي أن القمر كان ممكن يبقى متلامس مع الأرض من 1.5 بليون سنة بس. ده مستحيل بسبب الجاذبية. ولو وضعنا في الحساب الجاذبية اللي تتناسب عكسيا مع مربع المسافة وأيضا المد والجزر والهام جدا، نلاقي منظومة الأرض والقمر ما تصلحش أنها تكون أكتر من 12 مليون سنة. بل كمان الأرض لو كان أقرب بكتير بهذا المنظر ووضعنا في حسابنا الظروف المناسبة للحياة زي سرعة الرياح وسرعة الدوران والمد والجزر اللي كانت تبقى ساعتها قاتلة جدا، اللي ليها علاقة بالمسافة ما بين الأرض والقمر، نقل القمر لو كان أقرب إلى الأرض بطريقة مدمرة للحياة، لأن القمر ليه تأثير على الأرض ده لو فعلا من 12 مليون سنة بس. وده يؤكد أنه المنظومة دي ما تنفعش لا تكون من بلايين ولا ملايين، لكن من بضعة ألاف من السنين. وده برضو يؤكد الخلق والعمر اللي تكلم عنه الكتاب وليس الحقب والتطور. حاجة تانية أو أخرى كتير ما بيلاحظهاش، وهو سرعة تباطؤ الأرض. الأرض بتتباطأ بمعدل 62.4 ثانية في كل قرن، كل قرن أنا آسف. ده بيوضح أن سرعة الأرض في الماضي كانت أعلى وأسرع بكتير من الآن. طبعا سرعة الأرض بتؤثر على الرياح والسخونة الرهيبة وغيرها من عوامل كتير جدا. ده يخلي أنه مستحيل الحياة على الأرض من أكتر من مليون سنة. كمان لو وضعنا فيها تأثير القمر اللي كان أقرب كل سنة بناء على المقياس اللي فات، ده كده يزيد المعدل جدا ويبقى كارثي. ما ينفعش تكون الحياة على الأرض من مليون سنة. لكن مناسب جدا أن يكون عشرات الألوف وليس مليارات من السنين. ده يناسب أن الأرض تكون فعلا اتخلقت هكذا أقل من 10,000 سنة زي ما قال الكتاب. وحتى لو بتتناقص بمعدل 62 ثانية في القرن، ده غير مؤثر. معدل برودة سطح الأرض. لو كانت الأرض فعلا بدأت ساخنة منصهرة وبدأت تبرد تدريجيا زي ما بيدعوا عشان يطول العمر، الإشكالية في ده أن القشرة الأرضية موصل رديء للحرارة، فلما تبرد القشرة الخارجية بمعدل قدم ده يقلل نفاذ الحرارة جدا. مع اعتبار أن الآن حرارة سطح الأرض في حالة شبه ثابتة، فلا بتكتسب الأرض من حرارة بسبب الشمس وبسبب الدوران والاحتكاك وغيره، ونسبة من باطن الأرض تقريبا تساوي اللي بتفقده في الفضاء يوميا. لو حطينا هذه العوامل معا في برنامج كمبيوتر، وده أم بي كلفن، خرج بنتيجة أن الأرض لو بدأت منصهرة لازم تكون أقل من 24 مليون سنة بس. ده ما يناسبش عمر التطور. إزاي الأرض لو بدأت منصهرة جدا من السحابة السليمية وبدأت تبرد تدريجيا ما تنفعش تكون أكتر من 24 مليون سنة وإلا تكون بردت وخلصت. لكن طبعا ده لو بدأت معتدلة الحرارة مغطاة بالمياه زي ما قال الكتاب، يكون عمرها مناسب مع الفقد البسيط في الحرارة أنها تكون بضعة ألاف من السنين. وده على فكرة عليه أدلة ضخمة من المحتوى المائي في الكريستالات وغيره كتير جدا، بس مش عايز أدخل فيه تفصيلات أكتر من كده. مقياس الهيليوم في كريستالات الزيركون. كريستالات الزيركون اللي بيكتشفوها في الأعماق المختلفة وفي الصخور اللي بيفترض أن هي الصخور الأصلية من ساعة ما تكونت الأرض وبدأت تبرد من 4 مليار سنة. وهذه الكريستالات بها رصاص نتيجة تحلل يورانيوم، فاليورانيوم بيتحلل يتكون رصاص ويكون هيليوم. الهيليوم ده بيهرب من كريستالات الزيركون بنسبة قليلة اتقاست. لو عمر الأرض قديم جدا، ده لو حتى من 1.5 بليون سنة في كريستالات الزيركون دي، كان المفروض بمعدل هروب الهيليوم ما يلاقيوش فيها أي ذرات هيليوم، يكون هرب.
لكن نتيجة للقياسات لقيوا العكس، لقيوا إن نسبة الهيليوم مرتفعة جدا. ولما طبقوا نسبة الهيليوم اللي موجودة مقارنة بالرصاص مع معدل تحلل اليورانيوم مع معدل هروب الهيليوم من الكريستالات، طلع بدقة 6000 سنة. إزاي؟ مقياس الكربون المشع في الغلاف الجوي. الكربون المشع اللي بينتج من أشعة الشمس باستمرار بيتكسر بنص عمر 5730 سنة، يتكون ويتكسر تدريجيا لغاية ما يوصل لمعدل التشبع أو الاتزان. زي ما يكون عندك برميل، البرميل ده فيه خرام بسيطة من أسفل لأعلى بتعبي فيه مية، مية أكتر بكتير من الخرم، فيستمر تزيد. كل ما ترتفع المية توصل لخرم تاني وتالت ورابع لغاية ما توصل لمعدل معين، تبقى كمية الخرام تساوي المية اللي نازلة من الحنفية. ساعتها تبقى المية اللي نازلة زي المرايا الخارجة وتقدر توصل لحالة الاتزان. اللي يتكون بيساوي اللي يتكسر. لما حسبوه لمعدل الكربون المشع لقيوا المفروض يوصل لحالة التشبع في 30,000 سنة. لكن الكارثة أنه اكتشف أن جو الأرض لم يتشبع بعد بالكربون المشع، فنسبة اللي بيتكون أعلى بكتير من معدل التحلل. دي بنسبة مرتفعة. ده حاليا بيتكون كربون مشع أعلى من اللي بيفقد بنسبة 28-37%. ده يوضح ان عمر الغلاف الجوي اقل بكتير من 30,000، ده اقل من 8,000 سنة، عشان يكون لسه الكربون المشع بيتزايد بهذا المعدل. مقياس الكربون المشع في الماس. زي ما قلت الكربون المشع بيتحلل ولما بيتكسر بيتلاشى تماما، وهو المفروض في 50-60,000 سنة يكون اختفى وانديتكتبل، ما تقدرش تقيسه. فالماس اللي موجود في الطبقات المفترض قديمة جدا من أول ما الأرض بدأت تبرد، والماس ده فيه كربون مشع، المفروض الكربون مشع تكون اتحلل وما خلاص ما بيش فيها أي كربون مشع. لكن الحقيقة العكس، وجد فيه كربون مشع كثير، وما ينفعش ان هو يكون موجود فيها أكتر من 60,000 سنة. ده دليل علمي قوي يتفق تماما مع اللي قاله الكتاب المقدس عن عمر الأرض، إنه بضعة آلاف من السنين وليس مليارات السنين زي ما بيدعي. مقياس آخر هو مقياس التصحر. معظم الصحراء الكبيرة في الحجم على فكرة، زي الصحراء الكبرى، صحراء جوبي في الصين وغيرها، بتنمو بمعدل محسوب بسبب الرياح الساخنة وتحرك الرمال والتصحر وغيره، وهي طبعا اللي بتساعد على تآكل الأراضي الزراعية في أطرافها وغيرها كتير جدا. لما يتحسب حجمها ومعدل نموها ويتقسم بمعادلات كثيرة، معدل النمو الحجم على معدل النمو، نلاقي أن الصحراء دي كلها بدأت من 4,000 سنة. إزاي؟ ده واضح أن معناها أنه حصل طوفان اتغرقت الأرض، وبعد انتهائه بدأت تجف المياه، وبعد فترة بدأت يحصل التصحر، وده يؤكد صغر عمر الأرض والطوفان. مقياس تكوين دلتا الأنهار. دلتا الأنهار هو أجزاء بتتكون بمرور السنين، نهر بينحر في مكان وعند نهايته بيرسب المياه الرسوبية في مكان آخر. بتعرف معدل الترسب، بتعرف مقياس الدلتا، بتقسم الكمية على المعدل يطلع عندك عمر الدلتا، ويوضح لك عمر النهر وعمر مناخ الأرض وعمر القشرة الأرضية. كل ما تدرس دلتا نهر من الأنهار الكبيرة زي المسيسيبي وغيره وغيره وغيره، نلاقيها أن هي بدأت من 4500 سنة. ده يؤكد شيئين. أولا، كل دلتا الأنهار بدأت بعد انتهاء الطوفان مباشرة، بعد انتهاء تراجع المياه سريعا، وتركت أثار تصلح كمجرى للأنهار. ما هزال الانتهاء مع بدايتها بدأت تتكون دلتا الأنهار. ده دليل يثبت الطوفان وبقوة. ثانيا، يهدم ادعاء قدم الأرض، لأن الأرض قديمة والأنهار قديمة، وحفرت المجاري المياه الدية من عشرات ومئات الملايين من السنين، لكانت الدلتا أصبحت ضخمة في كل نهر، للي حفر النهر في طريقه لما بدأ يكون الدلتا ورسبه طول وهذا العمر الطويل. فده أيضا مقياس آخر يوضح هذا الأمر. معدل تراكم الأملاح في البحار والمحيطات. الدليل ده هو أكشولي يتقسم 30 دليل مختلف، مش دليل واحد، لكن نحطهم كمجموعة واحدة. على سبيل المثال ناخد واحد منهم اللي هو كلوريد الصوديوم. في كمية من كلوريد الصوديوم في المحيطات والبحار. طب بتيجي من فين الأملاح دي اللي في المحيطات والبحار؟ المية بتتبخر متقطرة، تسقط كأمطار، تنحر الصوديوم كلورايد وتلقيه في البحار والمحيطات، فينتهي ويتجمع ويتزايد. كيلو جرام، فكل كيلو جرام مياه المحيطات ب 10.8 جرام صوديوم، فإجمال الصوديوم، الصوديوم اللي كيلو لوحده 4.7 × 10 × 10 = 15 طن في المحيطات.
وده لو مش الصوديوم بس، لو كلوريد الصوديوم ملح الطعام بالكامل يساوي 49 في 10 اس 15 طن كلوريد الصوديوم. لقي الصوديوم معدل زيادته في السنة هو 457 مليون طن في السنة، ولو مش الصوديوم بس لو كلوريد الصوديوم بالكامل الصوديوم كلورايد معدل زيادته اللي اتقاس هو 2 مليار طن في السنة. من الملح اللي بيدفع للبحار، مية تتبخر مقطرة تنزل تنحره وتدوبه وتاخده ترميه في البحار ومحيطات وتتبخر تانية مقطرة فيترسب فيها. فصوديوم لوحده 457 أو الصوديوم كلورايد مع بعض 2 مليار طن في السنة، وعندنا الكمية المقاسة. الرقمين دول ما عليهمش خلاف في الأوساط العلمية لأنهم متقاسين وبدقة. فأقل رقم قيل حتى عن الصوديوم لما حاولوا يقللوه من 457 قالوا مع عوامل وغيره يكون 356 مليون سنة. الحقيقة الرقم ده لما اتحسبوا لو بدأنا بمياه عذبة مقطرة وصلنا الآن الصوديوم بهذا المعدل أو كلوريد الصوديوم بهذا المعدل كده الأرض معناها لازم أقل من عمر 25 مليون سنة. إزاي يقولوا بلايين السنين؟ بل لو وضعنا في حساباتنا أن المياه بدأت بيها نسبة أملاح ما تنفعش للنباتات والكائنات أن تبقى مياه مقطرة تماما، حتى لو بدأت بنسبة الأيزوتونيك اللي هو نسبة 9 من 10 زي المياه اللي بتتحقن وبتستخدم في القطرات وغيره عشان تكون مناسبة للكائنات الحية. ربنا مش هيخلق مياه مقطرة تموت الكائنات من البداية، فنلاقيها ساعتها أقل من 6 مليون سنة لأن نسبة الملوح حاليا 3.5%. ده لو حسبنا معدل ثابت، لكن لو نسبة الملوحة في الصخور كانت قبل النحر أعلى بكتير، يعني لو كان الملح أكتر فبتدوب أكتر في الماضي ودلوقتي بتدوب أقل، يعني في الماضي كان معدل أعلى بكتير، نلاقي الموضوع ينزل معانا لبضعة آلاف من السنين. وده مش ملح ولا اتنين ولا تلاتة، ده بنلاقيه بينطبق في أملاح كتيرة تقاس منهم 30 واحد. دي أمثلة قليلة من مقاييس كتيرة جدا توضح أن عمر الأرض والمجموعة الشمسية أنه فقط آلاف السنين ليس ملايين ولا بلايين. فالعمر المزعوم لحدوث التطور والحقب والكلام ده كله، واللي بيحاول مسيحيين يفترضوا كلام الكتاب لا مش دقيق، أو الكلام يتخذ رمزيا أو أسطوريا أو الكلام ده كله ويخلوا اليوم حقبة أو غيره، للحقيقة ما يعرفوش المقاييس ثبتت إيه ويتماشوا مع فرضيات غير مقاسة بالمرة. عشان كده محتاجين كتير من أبنائنا ياريت يتخصصوا في هذه العلوم المختلفة ويبحثوا بنفسهم في هذه الأدلة اللي بيتم التعتيم عليها للأسف. ومرة تانية ده أحد الآراء اللي هيتمسك برأي آخر، طبعا احترام كبير جدا ليه، وده فقط رأي في نقطة ولكن توضيح نقطة تاريخية ومقاييس الكتير مش هيسمع عنها. وتوقف عند هذا القدر، والمجد لله دائما وربنا.